دائما في كل انتخابات التي تخص مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، هناك بعض الناس يتقاعسون في الدفاع عن حظوظ حزب جبهة التحرير الوطني، ولكن النجاح الباهر لحزب جبهة التحرير الوطني غطى على بعض التجاوزات التي وقعت في بعض الولايات. ولكن أؤكد بأن الأفلان من الآن فصاعدا سيعتمد على المناضلين العقائديين الذين يؤمنون بمبادئ الحزب وقيمه ويلتزمون بقرارات القيادة السياسية للحزب التي تسير في فلك هؤلاء. انتهى عصر التمرد، انتهى عصر الجماعات، الآن الحزب يوجد في وضعية مريحة جدا. دعونا نعمل في هدوء من أجل التحضير للمؤتمر الاستثنائي، وسيكون المؤتمر الاستثنائي